تتكلم عن ايه؟ عن البيت رشا. رشا مين؟ استنى هنا، انت فاكر ايه بالظبط؟ طب الحمد لله، ما افتكرت انك صدقت الكلام الهبل اللي بيتقال ده. انا هقول لك بمنتهى الصراحه، رشا دي يا صبيا كانت لحظة جمال، لحظة يأس لما لقيت نفسي لوحدي كده. لكن معقول أنا هبص للبنت المفعوصة دي وأسيب القمر والسكارف اللي هي متشقنطة بيه ده مش هو ده اللي اشتريتهولي؟ طب ما احنا بنجيبها، أمال إيه بقى؟